يعني قرأ أخونا الشيخ أسعد ليعلم الله من يخافه بالغيب، حدثني هذه الآية استوقفتني كثيرا. يعني أنت لو رأيت الله عز وجل، شاهدت الله سبحانه وتعالى، قطعا لن يستطيع أحد على هذه المعمورة أن يعصي الله عز وجل خشية ورغبة وحبا واشتياقا وتعظيما وخوفا. لكن الاختبار الحقيقي ليعلم الله من يخافه بالغيب، أنت ما ترى عز وجل لكنك مؤمن بالله عز وجل بفطرتك السوية السليمة، ورأيت آيات الله دالة على الله عز وجل، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فكيف لا ننظر آيات الله في الكون ولا نؤمن بخالقنا؟ بلا، نؤمن أن لهذا الكون خالق وموجد واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو، أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام الحج على عباده. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفات المؤمنين المتقين، أول صفة ذكرها ماذا قال؟ الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، إيمان بالغيب هو التحدي، هو الاختبار الحقيقي. اللي بيؤمن بالغيب، يعني الآن الله عز وجل غيب، الملائكة غيب، النبي عليه السلام الآن أنت ما رأيت الآن النبي عليه السلام غيب، الرسل الملائكة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، غيب كله غيب، وما تكون مؤمن إلا بالإيمان بها. تحط معي هذه الفطرة السوية السليمة. أنت النبي عليه السلام الحمار لم نره، لكننا آمنا به لما رأينا أثره. الله عز وجل نحن لم نره، لكن آمنا به بفطرتنا السوية وبآياته الكونية الدالة عليه سبحانه. خالقنا عز وجل أوجدنا، من أوجدنا إلا الخالق؟ من أعطانا الخالق؟ من سخر لنا إلا الخالق؟ من يدبر أمرنا إلا الخالق؟ من يعلمنا إلا الخالق؟ من فرج همنا إلا الخالق؟ من كفانا ما أهمنا إلا الخالق؟ من أجاب دعوتنا ونحن مضطرين إلى الإجابة إلا الخالق سبحانه وتعالى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أفلا نؤمن به؟ أفلا نوحده عز وجل؟ أفلا نقدره حق قدره سبحانه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولذلك ليعلم الله من يخاف بالغيب، هذا الاختبار، هذه الحكمة. قد ترى الحرام سهل الوصول إليه، أنت عندك اختيار، الله عز وجل قادر أنه يجبلك على الطاعة 100% ولا تعصي ولا تستطيع أن تعصي، لكن أعطاك الاختيار، لمن شاء يستقيم ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن انتبه، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. انتبه، تؤمن ستجازى بالنعيم، تكفر ستجازى نسأل الله العافية بالحميم. الخيار لك أمامك، أنت الآن في الاختبار، هذه هي الأمانة، إنا عرضنا الأمانة، هذه الأمانة، أنت مؤتمن، عندك اختيار وعندك الخيار كامل، تستطيع وما تستطيع. أنت سمعت دخلت باختيارك، أنت تسمعني الآن دخلت باختيارك، تسمعني باختيارك، تستطيع أنك تغلق الجوال ولا تسمع، عندك اختيار. هذا الاختيار والأمانة، أمانة، أنت مؤتمن، مكلف، مؤتمن على أن توحد الله عز وجل، وعندك شهوات وعندك هوى وعندك نفس أمارة بالسوء، كل اختبارات من الله عز وجل، تنجح أو لا تنجح. كل واحد منا يغادر يسلم ورقة الاختبار، يغادر هذه الدنيا يسلم ورقة الاختبار، فماذا سنسلم؟ عندك اختيار. أرجوك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يا الله، ثم إليه مرجعكم. اسمع، ماذا بعده؟ ماذا بعده يا إخواني؟
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. لا تغرك الحياة الدنيا، أرجوك أرجوك لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أرجوك لا تغتر، دنيا سرعة ما تنتهي. اليوم أنا أكلمك، الله أعلم، الله أعلم كم بقي من عمري ولا من عمرك، ولا الله أعلم، لحظات ستنتهي وستنقضي. أرجوك أرجوك اجعلها في مرضات الله، أرجوك اجعلها في مرضات الله، أرجوك اجعلها في مرضات الله. عظم الله قبل أن تلقى الله، أرجوك 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 قبل أن تلقى الله. أقبل على الله قبل أن تلقى الله، ارضي الله قبل أن تلقاه، اعمل ما يسرك عندما ما يسرك أن تراه عندما تلقى الله سبحانه وتعالى، اعمل ما يبيض وجهك أمام الله. أرجوك اليوم عمل ولا جزاء، غدا جزاء ولا عمل. أرجوك إذا ما عملت الآن خلاص أنت وقت العمل، وقتك محدود، أغلى ما تملك في هذه الحياة هذا الوقت. ابذله يا أخي، استثمره يا أخي، استثمره يا أخي، نظم وقتك، رتب وقتك، ضع أولوياتك، ضع خطتك في الحياة، استعن بالله. لا يذهب هذا الوقت هكذا، لا يضيع وقتك يا شيخ في توافه. وقتك ثمين ما تعلم، والله والله لو واحد كل واحد منا يعلم أنه اليوم أو بكرة أو أجل قريب بيودع الحياة، وش بيكون آخر اللحظات؟ وش بيعمل الآن؟ لو قلت واحد منكم بكرة الفجر، اليوم أنت كذا كذا، لو شعر وعلم أنه بيودع، ماذا سيعمل؟ إذن وهل أنت تشك أنك ستودع؟ هل تشك أنك ستموت؟ إن لم تموت اليوم ستموت غدا، ستموت بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات، 20، 50، 60، ستموت، والله ستموت، لن يبقى أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن أعد، اعمل اعمل قبل أن تلقى الله، اعمل، عندك صندوق عمل الآن تقدر تضع، تقدر تضع فيه، تقدر تضع فيه، تقدر تضع فيه، تقدر تضع فيه. بعد ما تموت سينكشف هذا الصندوق، لا يمكنك أن تزيد، انتهى. اللهم استعان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهون علينا الموت وما بعد الموت، وأن يجعلها إذا دنت هينة لينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفتننا في هذه الدنيا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن خافه بالغيب، أسأله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن أحبه وممن رجاه وممن خشي منه، أسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من عباده المتقين المصطفين الأخيار. إن ربي جواد كريم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.